انطلاقاً من رسالة النهضة العربية الحضارية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى إعادة إحياء الجدل حول المنظومة الأخلاقية في المجتمعات العربية، افتتح في عمان مؤتمر النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بمشاركة عدد من المفكرين والخبراء الاستراتيجيين من مختلف الدول العربية. ويطمح هذا المؤتمر الذي تضمن معرضاً لمحتويات دليل النهضة العربية إلى إحداث تغيير فكري وتنموي شامل في المجتمعات العربية. طبعاً احنا قمنا فعاليات، قمنا يوم تراثي عربي في 27 فبراير من كل عام، ومع أن هذا حدث يعني مؤسف اللي هو تدمير متاحف الموصل، فحرصنا أنه يكون يوم تراثي عربي، ونعمل منتدى الآن منتدى الرابع القادم للغة العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للنهوض باللغة العربية اللي هو 18 ديسمبر من كل عام. وطبعا أنا ما في شك أن أهداف الأمم المتحدة الهدف الرابع 4/7 اللي هو ثقافة السلام، فمهتمين في هذا الهدف، وأقمنا مؤتمر وشكلنا لجنة لنعرف ماذا عملت الدول العربية لهذا الهدف. أنا رأيي أن هذا المؤتمر شديد الأهمية، لأن العالم العربي الآن يعيش لحظة فارقة كبيرة. رفع شعار النهضة في لحظة الانهيار الكامل الشامل للعالم العربي، رأيي أنها فكرة مهمة للغاية، والنهضة العربية كتب لها أن تطرح كمشروع كبير انطلاقا من هذه المنطقة، وأن تعود إلى هذه المنطقة أيضا من أجل نقاشها في هذه الظروف المتردية التي يعيش فيها العالم العربي، والخروج بأمل جديدة ومطامح جديدة وتوجهات جديدة من أجل إحياء المشروع النهضوي العربي. اعتقادي أن هذه هي المهام الكبرى التي يمكن أن تقوم بها هذه المنظمة، وأن يكون هذا المؤتمر لحظة فارقة في تشكلها. وشكرا.